أول شيء أبارك لنفسي أولا والقسم المرحلة الأولى الهندسة المدني دراسة صباحية. طبعا ممثل الشعبة هي في الحقيقة مسؤولية كبيرة جدا، يعني تكون على عاتق طالب، وباعتبار هو يعتبر الواجهة للقسم كله لقسمه ولمرحلته خصوصا. طبعا ان شاء الله انا ما راح اقصر باداء واجبي من كل الامور، من ناحيه مساعده الطلبه في تواصلهم مع الاساتذه والدكاتره، وحتى في تواصلهم مع مقرر القسم او رئيس القسم المشاكل، وان شاء الله ما تصير اي مشاكل بين الطلبه والاساتذه، بس وان صارت يعني ايضا يكون حلها بسيط ان شاء الله، ودائما نحاول ان يكون علاقتنا طيبه ويا الاساتذه الدكاتره، علاقه ابويه واخويه. طبعا تبليغ الطلبه ايضا بايام العطر اذا صادفت، او حتى في تغيير الجداول او جداول اول، حتى الامتحانات او الكويزات، وان كانت الكويزات هي تصير على غفله طبعا، بس ولا بعض الدكاتره يعني يحبون يبلغون الطلبه، وان شاء الله ما اقصر باداء الواجب واكون كفو بالمنصب اللي تمنوني عليه زملائي وزميلاتي. اقدم شكري وتقديري الى الدكتور عبد الهادي الحسان على هذا الصرح العلمي الرائع، كليه العراق الجامعه، وكذلك شكري وتقديري الى جميع الاساتذه والتدريسين في قسم الهندسه المدني خصوصا وجميع الاقسام الهندسيه، وان شاء الله ان اكون على حسن ظن الطلبه، طلبه مرحلتي تدريسيين.